خول محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل قاضي دائرة التعويضات في المحافظة صلاحية نقل أي موظف ترد ضده شبهات فساد أثناء تعامله مع معاملات المتضررين من الإرهاب، مؤكدا خلال زيارة تفقدية للدائرة برفقة رئيس محكمة استئناف صلاح الدين حرصه على إنجاز معاملات المتضررين وفقا للسياقات القانونية بعيدا عن الروتين الإداري وبما ينصف المواطنين. وطلب المحافظ الموظفين العمل بمسؤولية تامة وبما يزيل صورة الشبهات المحيطة بعمل الدائرة، خاصة مع ارتباطها المباشر بضحايا الإرهاب وواجب تعويضهم عن الدمار الذي لحق بهم والذي لا يجب إخضاعه لأي مساومة، مشددا على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة وتلافي تأخير المعاملات في ضوء تقييم مهني خلال شهر بحيث تكون خدمة المواطن هي الهدف الأسمى.